سلام، أنا معاد أحبوش. مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة، الحلقة الخامسة ديال قصة يوسف. شكرا للناس اللي تابعوا هذه السلسلة، هذه اللي شرحت فيها قصة يوسف. هذه السلسلة غتعاونكم في المضامين، غتعاونكم في الشروحات، غتسهل عليكم الحفاظة ديال صورة يوسف. هذا هو الهدف اللي خلاني ندير هذه السلسلة. بالنسبة للأجزاء الأخرى راه كلها محطوطة، كاين الجزء الأول والثاني والثالث والرابع وهذا الخامس. خليناها في الإخوة ديال يوسف، غيقول لهم خوهم الكبير رجعوا نتوما لعند بانا وقولوا ليه شنو وقع. قولوا ليه راه ولدك بنيامين سرق وما شهدناش عليه بالباطل، يعني تيقنا حتى أننا تيقنا فعلا أنه سرق، حيت شفنا المكيال ديال الملك في الساك ديال بنيامين. قال لهم قولوا ليه ملي عاهدناك أننا نرجعو ليك سالم غانم ونردو ليه البال، ما كناش دايرين في الحساب أنه غادي يسرق. ويلا ما تيقتيش هدرتنا، سول الناس ديال مصر وسول الناس اللي كانوا معانا في القافلة. رجعوا الخوت عند باهم وقالوا ليه هادشي، وصلوا ليه الخبار اللي قال ليهم خوهم الكبير. قال ليهم يعقوب عليه السلام، واش عجبكم الحال في هادشي اللي درتو لبنيامين كما درتو لخوه يوسف؟ واش عجبكم الحال؟ قال لهم عاوتاني، فصبر جميل. يا ربي رجعوا لي ولادي بثلاثة، قصد بها يوسف وبنيامين أخوهم الكبير. يعقوب غادي تحصر على ولده يوسف، وعينيه غادي يوليو بويض، غيمشي منهم داك السواد ديال العين، غيمشي منهم يعني غادي تعمى من كثرة الحزن والبكاء على يوسف عليه السلام. يعقوب كان كيشد في خاطره وما تيقولهاش، يعني كيكتمها. قالوا ليه ولادو، حن على راسك شوية، خفف على راسك أبانا، راه والله تبقى تفكر في يوسف حتى تبقى مقلق مقلق حتى تموت وتهلك. ويقول لهم يعقوب، أنا كنشكي لهمي غير الله سبحانه وتعالى، اللي تيجيه اليأس من روح الله فهو من قوم الكافرين. غادي يجمعهم يعقوب وغيقول لهم، ولادي رجعوا لمصر وجيبوا الخبار ديال يوسف وخوه بنيامين، ما تقطعوش الرجاء في الله. مشاو الإخوة لمصر، دخلوا على العزيز باش يتصالحوا معاه ويعطيهم ما ياكلوا، حيت البادية اللي كانوا فيها كان فيها الجوع والجفاف. قالوا ليه، العزيز جانا الجفاف والقحط وجيناك بثمن قليل، وحنا عارفين أنك كريم عافاك عتقنا، غنموتوا بالجفاف، كرمنا الله يخليك، الله كيبغي العبد ديالو المتصدق. غير سمعهم يوسف بقاو فيه ورقوا القلب ديالو، قال لهم عاقلين على شنو درتو في يوسف وخوه بنيامين، وما كنتوش حتى دايرين الحساب لشنو غيوقع عليهم. هما بطبيعه الحال غيتشوكاو وغيقولوا باش عرف العزيز داكشي اللي داروا الاخوه مع يوسف. سولوه قالوا ليه انت هو يوسف؟ هنا غيقول لهم اه انا هو يوسف، انا هو يوسف، وهذا هو بنيامين خويا شقيقي، ربي يحفظنا وجمع بيناتنا من بعد الفراق، واتقينا الله وجزانا احسن جزاء. قالوا ليه الاخوه ديالو، والله حتى عزك الله، عزك علينا بالعلم وبالحلم وبالفضل، حنا غالطين في داك الشيء اللي درنا وتعمدنا نديروه ليك ولخوك يوسف. قال لهم يوسف، اليوم ما تأنبوش راسكم، لا تأنيب عليكم، الله غيغفر لكم وهو أرحم الراحمين مع اللي تاب ليه ونفذ الطاعة ديال الله. هنا غيسولهم يوسف على باه يعقوب، قالوا له يعقوب تعمى من عينيه من كثرة البكاء والحزن والحب ديالو ليك انت. فأعطاهم واحد القميص وقال لهم حطوه على الوجه ديال يعقوب، غيرجع ليه الشوف من جديد، والمرة الجاية ملي تكونوا جايين جيبوا معكم كل شيء، الأهل ديالكم، الأب ديالي والأم ديالي، والأهل ديالكم، عيالاتكم وولادكم وكل شيء. خرجت القافلة من مصر ويعقوب باقي في الدار، كان مع الناس الضياف في داره، وقال لهم ما بغيتكمش تضحكوا عليا، ولكن كنحس بالريح ديال ولدي يوسف في هذا البيت. هنا بطبيعة الحال الضياف غيسخروا منه، غيقولوا له باقي قديم، باقي في الضلال القديم ديالك، وباقي
كتحلم أن يوسف غيرجع شي نهار. راه غير الحب ديالك اللي عاميك على هادشي، وهو اللي خلاك تقول هكا، وما عمرك غتنسى يوسف. وصلوا الإخوة لباهم، يعني الإخوة اللي مشاو من القافلة لمصر البادية اللي كاين فيها باهم يعقوب، قالوا ليه يوسف باقي حي، بشروه وداروا ليه القميص على وجهه ورجع كيشوف من جديد. رجع صحة سلام بحال لا موقع ليه والو، ما تعمامه حتى شي حاجة، وفرح 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 بزاف من حيت قالوا ليه ولد يوسف باقي حي، ومن حيت انه رجع كيشوف صحة سلام بحال لا موقع والو. فقال لهذوك الضياف اللي كانوا معاه، شفتوا واش ما قلتهاش ليكم؟ يا قلتها ليكم، هادشي راه عرفتو من عند الله، الله سبحانه وتعالى هو ارحم الراحمين، وهو اللي خلى ولدي يكون باقي حي، واللي خلاني نشوف من جديد. خوت يوسف غيتنادم معاهم الحال، طبيعة الحال القصة راه خوت يوسف في الاخر غيسلموا كاملين، فتنادم معاهم الحال وقالوا لباهم، بانا طلب من الله يغفر لينا ويستر علينا الذنوب اللي درنا، وداكشي اللي درنا مع يوسف وخوه بنيامين، حنا كنا خاطئين، كنا خاطئين بزاف داكشي اللي درنا بيوسف وخوه. قال لهم يعقوب، كنسأل الله يعفو عليكم ويتوب عليكم، هو الغفور الرحيم. خرجت القافلة ديال الإخوة دي يوسف ومعهم الأهل ديالهم ويعقوب ومراته، ومشاو لمصر. من اللي تلقاهم يوسف عنقهم، عنق الأم ديالو، عنق الأب ديالو، وغيقول لهم كاملين دخلوا لمصر بمشيئة الله، من دابا ما غيقيسكم حتى شي مكروه، ما غيخصكم حتى شي جوع، غتكونوا معايا هنا مأمنين من الجوع والقحط وكل مكروه ما غيقيسكمش. وجلس مو با على السرير ديال الملوك تكريما لهم، يعني كرمهم، حطهم على دوك السرير ديال الملك اللي كيملك هو يوسف، وهما سجدوا ليه كاملين، باهم مو وخوتو، ماشي باش يعبدوه ولا الخضوع ولا، غير تكريما له باش يكرموه. هنا فين غيقول لهم يوسف وغيقول لباه، واش عقلتي على المنامه اللي كنت قلت لك ان 11 كوكبا يسجدون لي؟ ها هي تحققات، هذه هي التاويل، هي التفسير ديال ديك المنامه ديال 11 كوكب يسجدوا لي. هذه هي القصه اللي كنت عاودت لك الوالد ملي كنت صغير، والله سبحانه وتعالى دبرها وخرجني يعني من السجن، وجيتوني من البادية حتى لهنا، ومن بعد ما داروا خوتي لي ديك المؤامرة اللي طيحوني بها، والله سبحانه وتعالى خير المدبرين، وهو اللي دبر هادشي كامل، هو الحكيم في الأقوال ديالو وفي الأفعال ديالو. فهنا يوسف غيدعي الله وغيقول له، ربي أعطيتيني الملك وعلمتيني تفسير الرؤية وعلمتيني بزاف من العلم ديالك، يا خالق السماوات والأرض أنا مسلم، الحقني بالعباد ديالك الأنبياء الصالحين. هنا سالت القصة ديال يوسف. القصة ديال يوسف فيها بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تعلمهم منها، بحال ما خصكش تفرز ما بين ولادك، ما خصكش تفضل هذا على هذا، يعني كلهم يكونوا بحال الصبع ديال يديك، ولادك كلهم. خصك تعلم الصبر يعني في المحن، خص تكون عندك واحد القوة ديال الصبر، حيتاش الصبر يعني مفتاح الفرج. واخا هادشي كامل اللي وقع ليعقوب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهادشي اللي ممكن تعلم من هاد القصة. شكرا بزاف، كنتمنى انكم صحاب الجهاوي اكترية، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد السلسلة. الاجزاء الاخرين كلهم كاينين في البلاي ليست كلهم، ونقدر نجمع هاد السلسلة في يعني في واحد الفيديو شامل. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم ليا، شكرا بزاف على الاشتراك ديالكم في القناة ديال معاد احبوش، معاد أحبوش ديما معاكم، وشكرا بزاف لكم، إلى اللقاء.